لا حول ولا قوة إلا بالله. طب سيادة العميد، تركيا مرت بهذه المحنة ونجحت في هذا الاختبار وحققت تقدما هائلا فيما يتعلق بالجيش التركي والصناعات الدفاعية التركية، ماذا تود أن تقول عن هذا الأمر؟ طبعا يعني أي دولة عندما تنوي وعندما تعطي وتخصص ميزانية للجيش والمصانع الحربية بأن تقوم بتصنيع حربي وتعطي المهندسين الحربيين الذين طبعا لديهم الخبرات يبدعوا في هذا المجال. والآن نحن يعني ليس يعني عندما نتكلم لن نأتي بجديد، الطائرات المسيرة أكينجي والطائرات المسيرة بالإقدار والدبابات والمدفعية وحاملة الطائرات والسفن الحربية التي يعني أنتجتها تركيا هي طبعا مجال فخر لكل الأتراك وللشعب العربي الذي يحب تركيا، ولكل حر يعني يريد أن يرى تركيا بلدا حرا ومنيعا.